بعمري ما اقول لك لا. مدحت خميس من الموزعين الشاطرين في مصر، اظن اول واحد انا يعني وزع لي الاغاني، اول واحد في نفس الالبوم بتاع طب ليه. انا تعرفت باحمد فرحات وسمعني اللحن، قلت له حلو سيد الغليين حبيبي، فقلت له ممكن حد يعمل ديمو. ضرب الباب عندي يعني بالشقة ولد صغير كده ومعاه العدة، قال لي عايز أسمعك. بعتني الأستاذ أحمد فرحات وقعدنا، بعدين قلت له أنت اسمك إيه؟ قال لي مدحت خميس. قلت له بتعمل؟ قال لي أنا عامل الديمو ده. قلت له أنت اللي عامل ديمو؟ كان مستحي مني كتير، كان خجلان. قلت له ممكن أقول لك حاجة؟ قال لي قلت له أنت مش هتعمل ديمو بس، أنت هتوزع. قال لي والله؟ ومن يومها مدحت بينده لي يا بابا، دايما ما بيقوليش رغب، بيقول لي يا بابا. انا شفت فيه حته واد، شفت فيه طارق عاكف الجديد، طريقته بيلعب ازاي وكيف بيوزع وبيفكر،